مرحبا أحبابي، اليوم بدنا نعمل أنا وياكم طريقة تحضير كوكتيل الأفوكا. كوكتيل كتير صحي ومغذي وكتير كتير طيب، وإن شاء الله بينال إعجابكم بس تجربوا الطريقة. كتير مثل ما شايفين رائع وفخم ورح يعجب إن شاء الله الجميع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا 2 أفوكا، ملعقتين طعم عسل. العسل إذا بتحبوا أكتر تكون حلوة ممكن تزيدوا كمان، ما في أي مشكلة، حسب الرغبة العسل بتزيدوا. وعنا كوب حليب. بدنا نقشر الأفوكا أول شي. بسم الله. بحط الأفوكا بالخلاط، بعملها بهذه الطريقة أسهل لإلي. شايفين كيف؟ بهيدا الشكل بالملعقة بنحطها بالخلاط. نفس الشي بعمل هيدي بهيدي الطريقة. بنحطها بالخلاط. بس حطيت الأفوكا بالخلاط بضيف كوب الحليب. بسم الله. كمان العسل. أنا عم بعمل الحلو اللي قلهم معتدل، مش حلو كتير. انتهينا من خلط الكوكتيل. بنحط الكوكتيل بالكبايات. ما شاء الله شكل كتير فخامي. كمان عندي قشطة أنا عمليتها رح حط على الواج، وكمان هيدا القشطة رح حط لكم الطريقة بالرابط. برش على الواج فستق حلبي، هيدي الزينة انتو حسب الرغبة. وبحط لوز. هيدا كوكتيل الأفوكا اللي عملته أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.